الموسمية، إذا كانت المرأة الحامل لابد عليها أنها تجري هاد أو تأخذ هاد اللقاح. أكيد المشكل في برك عدم توفر اللقاح بوغ لو مومون، ماهوش كاين، مي إيه توت لي فام أونسانت بوف بخوندغ هاد لو فاكسان، ولازم قاعد ولازم يدوه، لازم على الأقل راح نقدروا نفرقوا بين الإنفلونزا الموسمية والكوفيد ولا والكورونا. نبي ننصح النساء أنهم يتوجهوا لي بولي كلينيك لي سونتر دو فاكسيناسيون، برك مصحوبين بلو كارني دو فاكسان باه يقدروا يديروا. هي اوكين كونتر انديكاسيون شي لا فام انسانت، كاع لي فام اللي بالجوف يقدروا يديروا لو فاكسان انتي غريبال، لانهم نعتبرهم على الفئه اللي المناعه تاعهم حابطه. يعني ربما هما اولى بهذا اللقاح. اكيد لانه نصنفوا المراه الحامل مع لي سوجي اجي ديابيتيك ويبرتوندو، مع الناس اللي عندهم المناعه ناقصه. المراه الحامل المناعه تاعها تحبط، ربي سبحانه بان بسطوا المعلومة ماشي لهالدرجة برك، باسكو انا نخاطب المجتمع كعامة تقريبا انه المناعة تحبط باه ما ترميش لو بيبي، لانه لو كانت تكون المناعة في الاوج راح البيبي نعتبروه جسم غريب ورايحين نطردوه. لبيها المناعة تاع المرأة تهبط باه تتقبل الكائن لحاجة جديدة لا يتخلق في جسمها. في الاول جسم يحاربه عن طريق الوحم، اي محاربة للكائن الغريب اللي خلق فينا اللي ماهوش فينا، ومن بعد نتأقلم ويولي واحد منا. دونك على بها المناعة غروسو مودو تاع المرأة الحامل تهبط. زيد عندها شخصين يدوا منها حتى انتاجها تولي مصنع للزوج ماشي للثلاثة، ماشي للعبد كيما حنايا، حتى كاين تولي للثلاثة باسكو كاين نساء اللي حوامل ويرضعوا. يرضعوا الرضاعة، كاين نساء حوامل وسيرتو اللي يرفدوا سمسم يرفدوا بعد، يقول لك خليني نرضع وليدي شوية. دونك تولي مصنع منتج لثلاث عباد ولا زوج عباد، دونك أكيد راح تنقص شوية المناعة باسكو يخدم بزاف. لذلك المرأة الحامل راهي من أصبع أصحاب المناعة الحابطة، اللي عندهم نصنفوهم مع لي ديابيتيك لي ديبارتون دو لي انسيفيزون رينو معاه. طيب دكتوره، لو امراه راهي تشوف فينا ونقولوا عندها بعض الاعراض، حمى خفيفه ولا سيلان في الانف، لي كورباتور كيما نقولوا، هنا واش لازم ندير؟ اولا واش لازم ندير؟ ما نروحوش لي سونتر تاع الكوفيد، نقصوا الضغط على المستشفيات ديالنا، خليوا المستشفيات للحالات المستعجله، ديجا نقصوا. ثانيا لما تكون عندك هذه الاعراض كي قادر تكون عندك تعب نورمال وتروحي تجيبي لو فيروس، او كان قادر بار اكزومبل هاد الاعراض مثلا لي كورباتور تكون متعب، ولما تكوني تعبانه وبالحمل المناعه تزيد تحبط للطرف وتروحي لمركز كورونا ما عندكش تجيبي ترفدي. لذلك لا كونسلطاسيون تكون في المراكز الصحيه لي بولي كلينيك ولا بريفي، ولا لانه اي مراه حامل عندها لو جينيكولوج اللي تبع عنده. دونك لانه انا نعاود ماشي شخصيا واش تفهمنا كاع، ما نبداوش ديريكتومون بالعلاج الكبير، راحين نبداو بالماكله المليحه. نقا ثانيا نقولها كولي مليح، دوماج هو احسن حاجه مليحه لهذا الكورونا لتيزان شود. المراه الحامل نقولها ما لازمناش لتيزان شود خاصه في بدايه الحمل، ايفيتي لتيزان شود. دونك واش نقولها؟ تدي بزاف القارص، بما انه في الجزائر، بما اني في الجزائر العاصمه رانا في بلاد تاع لي زاغروم الحمضيات، نقولها اعصر تشينا والقارص مخيطو شي انا نحبو انا المخيطو القارص والنعناع وعصري وشربي ناغيتي با دو بروندغ لا فيتامين سي، ديو بزاف لا فيتامين سي في المناطق اللي ما عندهمش لي زاغروم، يدو لا فيتامين سي اللي تتباع، بروندغ بوكو دو فيتامين سي وزنك. ديجا غير نلقى الاعراض ما نمدش لي زونتيبيوتيك، فيتامين سي والزنك زنك بيطلع لنا المناعه، سي تو سكو جدون في لوردونونس، قولها روحي وبيناتنا تليفون ولا عاودي ولي. ثانيا ناكد على التوعيه تاع مي مالاد، مدام لا بافيت ما تنحيهاش، روحتنا عند ربي سبحانه، اي واحد يمرض بسبتك وانت على بالك او في رقبتك.